صباح الخير على متابعينا متابعي ابو كبير ميديا من كل مكان. معكم النهارده من داخل محافظه سوهاج. خلال الايام والساعات الماضيه بالتحديد حصلت مشكله كبيره في مركز طنطا، وهي وفاه طفل كان في اتهام بين مستشفى ان الطفل ده توفى بسبب هنعرفه النهارده من والده. ضج الخبر بان المستشفى رفضت استقبال الطفل الا بعد دفع مبلغ مالي. النهارده والده هيوضح لنا حقيقه ما حصل. تابعونا. ايه الاخبار حضرتك؟ عرفني بيك. ايه اللي حصل مع الطفل عبد الله؟ حصل زي ما قلت لك اللي حصل ان انا وديته المستشفى هنا، طبعا حطوا له كلالات ما نفعتش فعلا، فقد الامل، قالوا لي ارجع للدافيل اللي محاولك وودينا المستشفى ضحى، حولنا عليها. طبعا المستشفى ضحى ما استقبلتنيش برضه، اللي هو بعتتنا على مستشفى الشيخ رقبوا له الكلاله، رجعت لنا ثاني بعد ما قالوا نودوه عنايه، وقالوا في مكان، بعد ما رحت لهم انا بوسائط وكده قالوا ما فيش مكان. خدتوا حضرتك يعني مستشفى طهطا ما فيش مكان فيها؟ الاول الدكتور قال لي في مكان وهندخلوه عنايه مركز، بعد ما انا رحت له الدكتور اللي فوق قال لي ما فيش مكان. بعد ما انا رجعت للدكتور لقيته اتبدلت الخدمه بتاعته. طبعا الدكتور الثاني رد عليك ان ما فيش مكان، قال لي ما فيش مكان، فاضطريت تاخده مستشفى خاص. هم اللي نصحوني بكده، قالوا لي عشان هي تلحق الحاله لانه عصوب بعيده وصاحب بعيد. ايه اللي حصل في المستشفى الخاص؟ احكي لنا بدون ذكر اسمها. رفضوا يدخلوا الطفل غير بعد ما حضرتك تدفع الفلوس الاوليه 3000 الاول، وبعد كده بالتدريج. كان معاك ال 3000 كامله؟ لا، 1200 مفيش غيرهم، وانا صرفت لهم في الباقي على طريق التليفون. طب وحضرتك لحد ما تصرفت كان فات مثلا ساعه؟ اكثر من ساعه. طب خلال الساعه دي حضرتك يعني رضوا يدخلوا الطفل للعنايه المركزه ولا رفضوا؟ هو كان مع الدكتوره في الاستقبال اللي تحت، لكن ما دخلوهوش عنايه ولحد ما حضرتك تسدد المبلغ بالكامل. انا قالوا لي كده انت كده مضيت ان هو دخل عنايه المركز. تمام. طلبوا من حضرتك بعد كده مبالغ ماليه؟ ماليه لغايه ما انا وصلت ال 15000، لغايه ما بلغوني في اليوم اللي توفوا فيه قبل الساعه 3 ان انا اديهم 10000 تاني. فانا من ما رحت اديب لهم فلوس وعامل ان انا هتصرف فيها، هم قالوا لي انك انت كده على القلب، عضلة القلب وقفت. عضلة القلب وقفت ازاي؟ الحالة متوفت. قالوا لي طب شد حالك، الحالة متوفت. طب يا دكتورة ما قالت لي روح شوف لك السلام. سبت يا دكتورة؟ قالت لي روح شوف لك السلام. نزلت انا، طب يا الحسابات؟ قالوا عايزين 4000 ونص. طب والدسمان؟ قال ما تقدرش تسلم حدا غير لو رفضت. يعني ما سلموكش حضرتك الطفل الا لما تسلم؟ بعت لهم 2000 من بعد الوصل حضرتك، بعد الترادي كذا دكتور ومدير المستشفى نفسه، انا كنت قاعد في المكتب بتاعه بلا ذكر اسامي عشان هو عارف نفسه. يعني حضرتك هنا اتدخل بس الانسانيه شويه ان ده طفل متوفي وحضرتك عاوز تاخده تدفنه، فنزل يعني المبلغ. ما استفدوش باللي خدوه. فهم خدوا مني 2000 تاني. والله وكيل على اللي انا بقوله. فطلبوا من حضرتك 4000 في الاول، نزلتهم ل 4000 و450 ليله. نزلتهم حضرتك، نزلتهم الناس الوسائط اللي واقف اللي هم تردوهم بالدين وبالشرع، راحوا خلوهم 2000. ده اللي حصل. طب بالنسبه لحضرتك ان في اتهام للمستشفى طهطا ان هي رفضت تدخل الطفل الا بعد دفع فلوس، ده ما حصلش صح؟ لا، ما هم ما عرضوش عليا فلوس، هم يقولوا ما فيش مكان. هم ردوا ما فيش مكان، لكن السائد والمنتشر ان هم رفضوا يدخلوه الا بعد دفع فلوس. ف يعني احنا عايزين نوضح حقيقه الموضوع ده، وهما انهم ردوهم ما فيش مكان مش حكايه فلوس. اما بس كان متحول عليها منظمه، متحول الطفل على العنايه المركزه بتاعت الضحى. هم اهملوني وردوا عليك المستشفى هناك. والمفروض لو ما فيش مكان في الضحى كانوا هم اللي حولونا صهاد، هم اللي حولونا صهاد، هم اللي كانوا دمعوا المكان للطفل. لانه انا قلت لهم انا ما اعرفش حاجه، قالوا لي انا ما تعرفش حاجه، اقرب حاجه ليك المستشفى الخاص. عشان تلحق الحال. الطفل عمره كام سنه؟ الطفل عمره 10 اشهر. 10 شهور. طب هل كان بيعاني مثلا من امراض ولا دي اول مره يتعب؟ لا، اول مره يتعب كده. لا وكيل، لا، وعلى بينه وعلى اي تحريات. فحضرتك لما تعب في بالك ان هو تعبان دور برد مثلا عادي؟ هو ساعة ما احنا رحنا باستقبال طبعا رد اهو، فعضو حقنة الترديد، وقف الترديد، بقي شغال مع السهال، فطبعا السهال ده عاوز محاليل عشان ما يعملش دفاع، هذا القصة.
زي ما شفنا مع حضراتكم حكاية الطفل عبد الله اللي انتشر على السوشيال ميديا في محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية. استمعنا حقيقة الموضوع بالكامل على لسان والده على شاشة كبير ميديا. شكرا على حسن المتابعة.